The MJ Spirit خالد وجورج رح نبلش فقرة التحدي. اليوم رح بيكون معنا الكوتشات وأيضا وائل عرقجي وتنشوف مين رح يربح. التحدي بيقول اللي بحط السلات تبعه قبل هو اللي بيربح. معهم خمس شوطات رح يبلشوا فيهم من تحت السلة فري ثرو وثري بوينت. انتو مين بتقولوا رح يربح؟ And who you got؟ وائل let's go. ايش نبلش؟ يلا نجرب. يلا 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 كوتش يلا كوتش يلا كوتش. لا وقت برافو برافو. لا بده ينطر. يلا ما بنطر. ها يلا جرب. عم بخسرك اسرع اسرع تنشوف اذا كوتش رح بيكون اللي بعدها ولا بتعرف ما قادر اركض بصراحة. ما بيحط. اوه يلا, يلا. كوتش جد جراف تايم. اي ميك ات ميك ات ميك ات. لا لا ولا 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 بعده عم بخسر. شو قسمه؟ اعطيني صوت. اوه اوه رف رف. عم بصير في خناقه على التابل. اوكي. لكن بابت تيك ذا شوت تيك ذا شوت تيك ذا شوت. عم بصير في زعل. لا يا ولا ويت. ايه ولا يلا وائل. اوه اتس اوفر اتس اوفر. And the winner is وائل عرقجي. هيدي الفقرة أكيد رح بتكونوا عم بتتابعوها بكل حلقة ومع ضيوف جداد. بنقلك هارد لك كوتش بس إن شاء الله بتكون عم تربح من بطولة العالم. أكيد بود لك لإلك وائل. Thank you.